أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة للسلام على معالي الوزير رئيس لجنة التحكيم عميد كلية القرآن في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي أسديس، عضو لجنة التحكيم الأستاذ المشارك في كلية القراءات في جامعة أم القرى الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني، عضو لجنة التحكيم عضو مشيخة الإقراء بالجمهورية اليمنية الشيخ محمد بن يحيى جمعان، عضو لجنة التحكيم أستاذ التعليم العالي في جامعة القاضي عياض في مراكش في المملكة المغربية الدكتور توفيق بن أحمد العبقري، عضو لجنة التحكيم المفتش بأوقاف الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية الشيخ الشحات السيد حسن شاهين، كما يتقدم مدربو الدورة التدريبية على التحكيم الشيخ محمد مكي هداية الله عبد التواب المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم للبنين في مكة المكرمة الدكتور زياد بن أحمد الحاج المشرف العام على قسم القراءات في جامعة الجنان في لبنان، وكذلك المرشحين لحضور الدورة التدريبية الخامسة على مهارات التحكيم عبد القيوم جميل الدين من الهند، عبد الله موسى الكثيري من السعودية، عبد الرحيم عبد الله بخيت من السعودية، مصعب عيسى علي البوعركي من البحرين، عمر يوسف جزاع فهد الشعلان من الكويت، المهدي بن عمر بن عبد السلام بن أخضر من المغرب، أحمد محمود أمجد علي من السعودية، صالح خليلوفيتش من البوسنة والهرسك، محمد سليم إسماعيل غيبي من جنوب أفريقيا، قواسم أحمد عاشور سعيد من الجزائر، محمود محمد بخش من السعودية، عثمان أحمد نجدة من لبنان، عبد الله عبد القادر محمد العيدروس من اليمن، صلاح الدين كودا من الفلبين، أمين محمد محمود من موريتانيا، عثمان الجبالي عثمان عمر من ليبيا، جمعة أوزتوك من تركيا، محمد رامي بوبكر بن محمد الذويبي من تونس، حسن الدين هاشم علي من أندونيسيا، جاسم محمد حسن الأميري من الإمارات، راشد حسين علي الحمصي من الأردن، معاذ يوسف أحمد محمد من قطر، محمد حمد ناصر المدهوشي من عمان، محمد مرزوق عمران من السعودية، سيف الرحمن حافظ عبد الكريم من السعودية، عبد العزيز قائد محمد إسماعيل من السعودية، ومحمد حسن خليل العطار من السعودية. كما يتم تكريم الجهات الإعلامية قناة اقرأ الأستاذ سعد الغامدي، القناة السعودية من مكة المكرمة الأستاذ عبد الرحمن البقيلي من تلفزيون الرياض، قناة مكة الأستاذ نبيل با محرز، قناة أهل القرآن الأستاذ فيصل محمد، إذاعة نداء الإسلام الأستاذ صهيب الأحمدي، مؤسسة سوفت إيمج للدعاية والإعلان الأستاذ عادل فتحي، ومسك الختام إذاعة القرآن الكريم خالد محمد الرميح.
وجاء الآن تكريم الفائزين بالفروع الأولى. الفرع الأول عمر بن حسين سعيد بعيسى من المملكة العربية السعودية، ومبلغ مقداره 120,000 ريال. الأول في الفرع الثاني عبد الله حمد سالم حمد أبو شريدة من دولة قطر، الأول في الفرع الثاني 100,000 ريال. الثالث، الفرع الثالث الأول سالم عبد الله سالم قويرب من ليبيا، 55,000 ريال. الأول في الفرع الرابع إحسان عبد الحنيف عبد الله بشار الدين، 35,000 ريال من جنوب أفريقيا. المركز الثاني في الفروع محمد لمين سيد عبد القادر من موريتانيا، 100,000 ريال. الثاني في الفرع الثاني عبد الله بن محمد خليفة، 90,000 ريال. الثالث في الفرع الثاني رحمة عبد الرحيم باتوبارا من أندونيسيا، 45,000 ريال. الرابع في المركز الثاني في الفرع الرابع أمير ستانوفيتش، 25,000 ريال من البوسنة والهرسك. المركز الثالث في الفروع في الفرع الأول ناصر محمد حسين من دولة تشاد، 80,000 ريال. المركز الثالث في الفرع الثاني محمد لطفي سليمان، 75,000 ريال. الثالث في الفرع الثالث عبد العزيز محمد التركي من السعودية. الرابع صلاح الدين أحمد عمار من كندا، 20,000 ريال. المركز الرابع في الفروع المركز الرابع في الفروع الفرع الأول عبد الوارث يونس خليفة العباني من ليبيا، 70,000 ريال. محمد الأطرش عبد العلي مسعود من المغرب، 60,000 ريال.
الفائز أحمد حسين أحمد حركات من الجزائر 25,000 ريال. هذا وقد قدمت الجائزة هذا العام مكافأة على عن حصول على المركز السادس إلى العاشر بواقع 5,000 ريال. أما الآن فيتم تكريم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. كما يقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس هدية تذكارية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. والآن ندعو الجميع من المتسابقين لأخذ ندعو الفائزين بهذه المسابقة لأخذ صورة تذكارية جماعية مع راعي هذا الحفل. شكرا لكم معالي الوزير.
وشكرا لكم معالي الرئيس، وشكرا للاصحاب المعالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم. نلقاكم بإذن الله تعالى في دورة قادمة هي الدورة 37 في العام المقبل إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.